أنا اسمي عزيز عبد الله المهاوش، عمري 62 سنة. عائلتي تتألف من 4 أشخاص وأنا وزوجتي، يعني 6 أشخاص. نحن بدوار الشريعة مركز جري المشرف للواء، 13 شخص بغرفة واحدة. وبالنسبة لظروفنا يعني ظروف يعني مقبولة وغير مقبولة، يعني في نقص بالخدمات شوي من جهة المواد التموينية، مواد اللي أهم شيء عندنا حاليا التدفئة، أهم شيء عندنا التدفئة، يعني التدفئة معدومة خالص، لا مازوت لا صبيات. صبي رحنا استعارنا صبي من أحد الأصدقاء عشان هالختيار المرضاني موجود أمامكم. بالنسبة للنزوح احنا من راسعين ما في إمكانية نضل، ما في إمكانية. إذا قصف طيران ودفاعية فوق راسك وين بدك تقعد؟ ومعنا أطفال ومعنا ختاير ومعنا أناثي، وين بدنا نضل؟ وما عاد تنطاق، يعني ما عاد تنطاق الحياة، يعني وين ما تندار القذائف حولك وحواليك. والله جينا على مراحل، طلعنا من راسعين على قرية اسمها أتويمية، من التويمية على المسجد طريق بقايا مع الري، لأن على الطريق العام ما نقدر نمشي بصراحة، يعني صار يضرب على الطريق العام. طلعنا من المسجد على قرية اسمها تل سنان، من تل سنان على المناجير طريق بقايا. جينا بالمناجير ظلينا شي يومين وبلش الضرب على المناجير، وطلعنا على الحسكة. طلعنا على الحسكة ناس مطارات وناس سيارات مع اللي عم يشيلوا لله، شالونا معهم. والله مساعدات تلقينا دفعتين اسفنجات وبطانيات، بطانيات بالصيفيات يعني مو شتويات، ما يصلح للظروف الشتوية حاليا. ومساعدات يمكن 3 مرات اجتنا كراتين غذائية وبعدها ما اجانا شيء. والله الأستاذ الكريم حياتي قبل حياتنا، يعني كان مجتمع إطلاق قبل الحرب، والله حياتنا كانت حياة كريمة ومرتبة، وإن الحمد لله ما ناقص كان شيء. بعد الحرب يعني نفسياتنا تدهورت خالص، تدهورت صعوبة، يعني كل شيء إيش ما تطلب بصعوبة، يعني متوفر، يتوفر بس بصعوبة. يعني أنا إذا أحكي لك يجوز يعني تفكرني إنه أبالغ، انا راح لي بيتين وثلاث محلات وسياره، ما طلعت من سيكاره واحده، ما طلعت من بالهجه الاخيره، يعني سياره براس عين ما قدرت اطلعها بصراحه، يعني والله ذات خذوها حرقوها اسرقوها ما بعرف. والله احلامنا عندنا اهم شيء انه ترجع البلد مثل اول ما كان من ما قبل الازمه، وترجع البلد بامن وامان، هاي اهم شيء عندنا، ونرجع لبيوتنا ونستقر ونعيش حياه كريمه ويتبقى عمرنا ببيوتنا، هاي اتمناها ان شاء الله.